تخيل ان ابنك محاصر، ان بنتك محاصره، ان امك تحت الانقاض، كيف يكون حالك؟ سيكون حالي اعظم، طب ما الفرق بين هؤلاء بين امهاتهم وامهاتنا؟ ما الفرق بين شبابهم وشبابنا؟ اليست رابطه الدين فوق كل رابطه؟ الم يقل ربنا جل جلاله فاصبحتم بنعمته اخوانا؟ الم يقل ربنا تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوه؟ اما صدقوني يا اخوتي شيء مؤلم جدا اناس غارقه في لعب الكره اناس غارقه في العمل اناس غارقه في المحرمات اناس غارقه في المعاصي مع انهم يرفعون العار عنا يجاهدون كما قلت لكم باسم الامه جميعا وكنت اقرا في الاسبوع الذي مضى كتاب الشهيد يحيى السنوار نسال الله ان يتغمده بواسع رحمته قرات كتابه الشوك والقرنفل وانا انصح كل مسلم ان يقرا هذا الكتاب. اسمه الشوك والقرنفل، تكلم عن احداث فلسطين عندما دخل اليهود في عام 1948 الى القدس وكيف كان الشيخ احمد ياسين يجلسهم في المسجد وكيف كان الشيخ احمد ياسين يفسر لهم سوره الاسراء التي تربطهم بالمسجد الاقصى حتى قال صرنا نجلس خلف الامام ونسمع هذه الايات سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله قال صرنا نقرا الايات نفهمها فهما غريبا ليس فهما عاديا هذه الايات ذكرت بلادنا هذه الايات ذكرت ارضنا ما هو ارتباطنا بها فيتكلم عن ابن عمه اسمه ابراهيم الصالح يقول ذهبنا مره في رحله الى المسجد الاقصى قال فاوقف الحافله ونزل الى التراب، تراب القدس، قال فامسك قبضه من تراب وقال تعرفون هذا هذا التراب؟ هذا التراب عجن بدماء الصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلا تتخلوا عن القدس ولا تتخلوا عن فلسطين ولا تتخلوا عن الاقصى، هذه الارض ذكرها ربنا جل جلاله في كتابه فحذاري ان تتخلوا عنها واني سميت ابنتي اسراء هذا ابراهيم الصالح يقول حتى كلما ناديتها اسراء تذكرت قضيتنا تذكرت الاقصى تذكرت المسجد الاقصى تذكرت فلسطين هذا ابراهيم يا ايها الاخوه في يوم وفاته يقول الشهيد يحيى السنوار رحمه الله يقول فقلت له اليوم نفطر معا فقال له قال له هذا ابراهيم اليوم رايت رسول الله في الرؤيا وقال يا يا ابراهيم تفطر عندنا الليله تفطر عندنا الليله قلوب طاهره قلوب عرفت الله سبحانه وتعالى قلوب عرفت هموم المسلمين قلوب عاشت هموم المسلمين ما بال المسلمين اليوم وكان القضيه لا تعنيهم ما بال المسلمين اليوم وكان الاقصى ليس لهم هذا الاقصى هل هذه القدس والاقصى يزينها مسر النبي افيها ساجد عمر مسر النبي مسرى النبي أفيها ساجد عمر أم أورشليم يهوذا بات يحكمها وهيكل الظلم في أحضانها نظر ممرد الصرح يا بلقيس نحتشم أرخي ثيابك فالأحشاء تنفطر ما الصرح إلا زجاج سوف نطحنه مطاحن الحق في رايتها الظفر يا ربي الأمل معقود عليك يا رب الفأل بك كبير أن تفرج همومهم وأن تفرج كروبهم وأن توعي شبابنا وأن توعي كبارنا وأن توعي صغارنا وأن توعي نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله